السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتسألت في التعليقات هل الهاند بلندر أو الهراسة تكون كفيلة عن الخلاط، يعني ممكن نشتري حاجة واحدة بس منهم؟ فقلت أنا هعمل مقارنة كده ما بينهم وهوريكم وهقول لكم على وجهة نظري، لأن من واحدة لواحدة بتختلف واستعمالات الحاجات دي من حد لحد بيختلف. تعالوا نبدأ يلا بسم الله ونشوف لو عندنا طماطم، عشان ده أكتر سؤال اتسأل لي، هل هي بتعصر الطماطم؟ انا دلوقتي حطيت ميه، ده لازم نحط ميه. انا عايزه اقول لكم ان الهاند بلندر دي مصنعه خصيصا للحاجات، للشربات، الحاجات المستويه. اما لما اجي اهرس مثلا فيها طماطم زي كده، مش هقول مش هتتهرس، هتتهرس هي معايا، ولكن هتاخد وقت ومجهود. يعني لو الطماطم دي مستويه او دي شوربه زي مثلا شوربه عدس، شوربه اي شوربه مثلا انت بتخلطيها، بتكون خلطها سهل جدا. ولكن بالمقارنة طبعا في الخلاط، هنشوف دلوقتي هقارن الخلاط بيها. ده عملت عصير طماطم، لو حد طبعا بيحب يشربه. انا بالنسبة لي النهاردة كنت عايزة اعمل تتبيلة، فحول عصير الطماطم ده لتتبيلة، فبرضو قلت اجرب كده احط فيها البصل والفلفل واشوف كده هتهرس ايه. برضو خدت مجهود، ليه؟ علشان البصل والفلفل ني مش مستوي، وهي مش مخصصة لكده. طبعا كله راجع لك، لو انت حابة تجيبيها طبعا هي خفيفة الوزن وسهلة واستعمالاتها حلوة كتير، ولكن عشان تستغني عن الخلاط دي حاجة راجع لك انت. كل واحدة ليها استعمالات على حسب اسرتها، اسرة كبيرة، اسرة صغيرة، بتعمل كل يوم اكل، يعني بصوا مفيش حاجة ليها قاعدة. دلوقتي انا عملت تتبيلة من بصل وفلفل وطماطم كده، واحطها على دجاج. هي نفعت، ولكن للأمانة انا بالنسبة لي دي كده ما بتنقص في الوقت. حطيت شوية بهارات والخل وصلصة طماطم، عشان طبعا الطماطم فاتحة قوي، واحط شوية من دبس الرمان، وكده انا تبلت الدجاج وبيكون جاهز اللي انا اشويه او اسويه، مفيش مشكلة. فهي كده تقدر تعمل عصير الطماطم، هتعمله ولكن هتاخد معاكي وقت طويل جدا. ده شكل الدجاج اللي انا تبلته وسويته بطريقة سهلة جدا. تعالوا بقى نشوف لو انا عايز اعمل برضو تتبيلة او طماطم او اي حاجة في الخلاط، فبرضو نفس الكلام. دي الحتة دي بقى من فيديو تاني، كنت عاملة تتبيلة للحمة، شايفين في ثواني وانا بعملش اي مجهود خالص اتخلطت وبقت مخلوطة اهي تماما. وانا من وجهة نظري ان دي اسهل بكتير، مجرد ان انت هتعملي التتبيلة في الخلاط يعني مش هتاخد في ايديكي ثواني، يعني زي ما احنا شايفين. وكمان محضرة الطعام دي اللي هي الهاند بلندر مش هتعمل حاجة تانية، برضو هنشوفها وريها لكم. ده شكل اللحمة بعد ما تبلتها وبعد ما شويتها. انا بقول لكم النتيجة في الاخر هتكون واحدة، ولكن المجهود دلوقتي ده. فاكرين لما عملنا حليب الصويا؟ لو حاجة زي كده انت مثلا بتحبي تعمليها في البيت، عمر ما الهاند بلندر هتعملها، لازم الخلاط. علشان كده انا قلت طبعا احط الفيديو دوت عملي، وانتوا تشوفوا بنفسكم، او اللي سأل يعني يشوف بنفسه ايه الفرق ما بين الهاند بلندر والخلاط، وهل ينفع لنا استعمل هاند بلندر بس من غير ما اشتري خلاط. الاجابة طبعا هتكون راجعة عليكي، انا عليا بس اللي انا وضحت ووريتك الفرق ما بينهم. اتمنى ان شاء الله النهاردة يكون فيديو مفيد وجاوب على السؤال اللي جالي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.